السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا. الموقع دوت بتديله حاجة 3D وهو يحولها لك لأوجمانتد رياليتي ويخلي فيه تفاعل. خلي لما من خلال الموبايل تقدر انت تشوف الحاجة دي وتتفاعل مع بقية العناصر وبتبدأ تظهر بشكل كويس، وتقدر تحدد لها حركات الانيميشن اللي انت عايزها. ممكن تخليها مثلا تغير ألوان أو حاجة تتحرك فيها، وتقدر تشاركها مع الأصدقاء بكل سهولة. كل العناصر تقدر تشوفها من خلال الموبايل. والناس تقدر كلها تقدر إنها تستخدمها، مثلا ساعة هيت تقدر تحدد اللي يظهر لما مثلا حد يضغط على زر الساعات أو أي زرار. تقدر تحط اللوجو بتاعك على العنصر هو أوتوماتيك هتحط، تقدر تشوفه في ال 3D بشكل كويس. تقدر تزربه بالـ Augmented Reality، بيديك الملفات عشان تقدر إن أنت ترفعهم بكل سهولة. اي عنصر عندك اوبجكت ترفعه، تقدر انت تتحكم في كل العناصر اللي ممكن تحتاجها. ممكن طبعا تستخدمه في الموضة، مثلا البراندات، حد عايز يبدأ يشوف المنتجات في المصانع، في الأساس انت تحدد نقطة المحور اللي هو مثلا حرك من خلالها الاجزاء. الميزة ان هو بيتعامل مع البلندر، وبيتعامل مع الريفت، مع اليونيتي، مع الراينو، مع الانريل، المايا، اغلب البرامج اللي احنا بنشتغل عليها. طيب الاسعار كام؟ بيقولك ان انت تقدر تعمل 10 بروجكت مجاني، تمام، ولو انت عايز حاجة ادفانسد $15 في الشهر، تقدر ساعتها بقى تعمل 100 مشروع. طبعا المجاني مديني امكانيات محدودة، انما لازم تدفع عشان يفتح لك بقية الخصائص اللي موجودة. عايز تعمل انيميشن، عايز تعمل اي تفاعلات، ده لازم تبقى برو بفلوس، تمام. فالمبنى هيظهر معاك كده 3D في قلب الاوجمانتد رياليتي، لكن مش هيبقى متفاعل مع بقية العناصر، تمام، الا لو انت دفعت فلوس. وحسب بقى هل انت فعلا محتاج حاجة زي كده، فعندك استعداد تستثمر جزء من الفلوس عشان تعمل اوجمانتد رياليتي اونلاين بطريقة سهلة جدا.